بجوائز مالية تتجاوز 24,000 ريال. تطلق جامعة الملك فيصل هاكاثون الابتكار الصحي والذكاء الاصطناعي في نسخته الأولى والفعاليات المصاحبة له، برعاية سعادة الدكتور مهنا بن عبد الله الدلامي رئيس جامعة الملك فيصل المكلف، بهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصحي، تحسين جودة الرعاية الصحية ودعم الصحة العامة، تشجيع التعليم والتدريب المهني في المجال الصحي، تعزيز الرعاية العاجلة والخدمات الطارئة، وتطوير الرعاية الوقائية. ويتضمن الهاكاثون 4 مسارات، هي مسار التعليم والتدريب المهني الصحي، الرعاية العاجلة والخدمات الطارئة، الرعاية الأولية وطويلة الأجل، والرعاية الوقائية. وذلك في كلية الهندسة خلال الفترة من 10 حتى 12 مايو لعام 2024 ميلادية. هاكاثون الابتكار الصحي والذكاء الاصطناعي.